وزارة الداخلية كمان وصلت على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية، واستمرارا للدور اللي بتقوم به كافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة اللي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي جهود وزارة الداخلية على مدار الأسبوع الماضي.